اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نبداه بالعناوين. المدى عمرها 850 عاما، دائره حكوميه ترتكب مجزره باثار تعود للعباسيين. الزمان ارباك يلف المشهد عقب اعتداءات على مقار حزبيه ودبلوماسيه في بغداد. ايكونومست: دعوات قتل المسلمين في الهند أصبحت علنية والحزب الهندوسي الحاكم يحرض عليهم. عربي 21: مواجهات واعتقالات في تظاهرات لإحياء ذكرى الثورة بتونس. القدس العربي: العراق رسائل أمنية لحلفاء الصدر، استهداف مقر أحزاب الحلبوسي والخنجر وبرزاني. الغارديان: روسيا لم تحشد قواتها للخداع والمكاسب الثانوية. العربي الجديد: مستوطنون يقتحمون الأقصى وإخطار بهدم مسجد في القدس. من العناوين ننتقل إلى المقالات ونبدأ من صحيفة البصائر العراقية ومقال للكاتب إياد العناز، حيث قال: عندنا إلى الواقع الميداني الذي يعيشه أبناء الشعب العراقي وغياب المضامين الإنسانية والحقوق المدنية التي كان يتميز بها المجتمع العراقي قبل الاحتلال الأمريكي للبلاد في 9 نيسان عام 2003، وما آلت إليه النتائج المأساوية التي سببت الكثير من الظواهر السلبية والأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية التي كان لها الأثر الأكبر في حياة المواطن العراقي، وساهمت في إيجاد العديد من الأساليب البعيدة عن الطبيعة وسلوك حياة الشعب بوجود آليات وأدوات جاءت بها العملية السياسية التي كانت إحدى مرتكزات المحتل الأمريكي. ساهم المحتل في تشكيل 7 حكومات تعقبت على حكم البلاد بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق، ولكنها لم تستطع تكوين سبل حقيقية كفيلة بحياة حرة كريمة، بل إن أدواتها وهيئاتها عملت على تسويق ظاهرة الفساد السياسي والاقتصادي وتلاعب بثروات العراق ونهب ثرواته وتهريب أمواله والإساءة إلى تاريخ وحضارة البلاد بعدم احترام إرادة الإنسان واستهداف حياته وزرع الخوف والاضطهاد النفسي لديها والقيام بالعديد من عمليات القتل والتغييب القسري والاختطاف والاعتقال العشوائي وإباحة استخدام السلاح من قبل الميليشيات الولائية والفصائل المسلحة التي استهدفت حياة الشعب العراقي وسعت لتحقيق مآربها ومصالحها الفئوية والمادية، مما أدى إلى تداخل واضح في تحديد أولويات الحكم في بغداد، وسبب ذلك تشابك في عمل الأجهزة الأمنية وتنوعها واستخدامها من قبل بعض عناصرها لتحقيق أغراضهم الشخصية الدنيئة التي استهدفت حياة ومستقبل العوائل العراقية. كان الحادث المأساوي والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت مساء يوم 30 من كانون الأول 2021 في قرية الرشايد بناحية جبلة التابعة لمحافظة بابل، ورح ضحيتها 20 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال ولعائلة واحدة بسبب سوء الاستخدام الحقيقي لطبيعة واجب وحماية المواطن. العملية والمجزرة في منطقة جبلة فصحت عن عدم وجود تنظيم لساحات العمل الأمني والاستخباراتي للوزارات والمؤسسات الأمنية ومعرفة الثغرات التي تتيح التداخل في مواقع العمل الأمني، ما يسبب إرباكا واستغلالا لبعض من عناصر المتهورة والفاسدة التي تستغل وجودها في أجهزة يفترض فيها حماية المواطن وتوفير الأمن والاطمئنان له ولعائلته وليس إبادته وإحراق داره. عن الديمقراطية المشوهة في العراق كتب فارس الخطاب مقالا في صحيفة العرب الجديد، جاء فيه: في خطابه أمام الأمة الأمريكية ذكر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش
عشية دخول القوات الأمريكية إلى العراق في آذار مارس عام 2003، أننا ذاهبون إلى العراق لنجعل منه واحة للديمقراطية في الشرق الأوسط وأنموذجا سيحتذى به في باقي الدول والأنظمة العربية. تأتي إلى البال تلك العبارة وأنت تشاهد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد في 9 من شهر يناير كانون الثاني الجاري. مشاهد غريبة بإخراج جديد ومشاحنات تصل إلى حد الضرب والاشتباك بالأيدي. الآن وبعد 18 عاما على احتلال العراق، وبحسب أنتوني كورنسمان الباحث في المركز العالمي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، فإن نتيجة نهائية قد تكون خروجا آخر للولايات المتحدة من العراق، إما بسبب الضغط العراقي أو بسبب قرارات رفيعة المستوى من الولايات المتحدة بقطع وجودها في العراق إلى درجة أنها لم تعد لاعبا رئيسيا. ويضيف معللا: لم تحدد الولايات المتحدة أبدا أهدافا استراتيجية كبرى قابلة للتطبيق أو بذلت جهودا فعالة لإنشاء عراق مستقر بعد الصراع، أو أظهرت للشعب العراقي أن وجودها يخدم مصالحهم في الواقع. الديمقراطية المشوهة التي حاولت واشنطن تكريسها في العراق أوجدت كل ما اعترى المشهد العراقي من ويلات ودمار وتشرذم وفساد وضياع مفهوم الدولة والمواطنة. وفي حصيلة أصدرها البنك الدولي عام 2018، كان نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي لبلاده 5.834 دولاراً تذهب إلى الحكومة، فيما ذكر البنك أن حصة المواطن في البحرين التي لا تصدر نفطاً بحجم تصدير العراق نحو 24,000 دولار، والكويتي 34.244 دولاراً، والقطري 69.27 دولاراً. ترى هل العراق الحالي ووفق الصيغ التي يتم فيها تطويع الديمقراطية لرغبة القوى الفاعلة بميليشياتها أو بحجم فسادها وتكتلاتها متعددة الولاءات يروق لواشنطن؟ وهل سترضى بعد كل التجارب المريرة لها في العراق وما سببته لشعبه من خراب وتراجع واختراقات دولية وإقليمية وما تكبدته هي ذاتها من خسائر بشرية واقتصادية أن تترك الأمور من دون معالجة؟ في موقع مركز راسام للدراسات كتب حسين صالح السبعاوي: بعد قرابة 3 أشهر من إجراء الانتخابات في 10 من تشرين الأول الماضي، وبعد اتهامات متبادلة بين القوى السياسية المشاركة في الانتخابات حول تزويرها وعدم شرعيتها، إلا أن المحكمة الاتحادية قد صادقت على نتائجها، بدأ الآن ماراثون جديد وهو تشكيل الحكومة. ومع هذا الانقسام الموجود داخل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، سيكون ماراثون تشكيل الحكومة أطول من فترة المصادقة على النتائج، رغم أن كل الخيارات المطروحة لن تخدم الشعب العراقي ولن تعالج مشاكله المتأزمة. التيار الصدري معروف بمواقفه المتذبذبة والتراجع عنها في اللحظات الأخيرة، وتاريخه السياسي يشهد عليه بهذا التذبذب في المواقف وعدم الثبات عليها. لكن لو افترضنا جدلاً أن الصدر قام بتشكيل الحكومة بالطريقة التي يريدها، فهل ستصمد حكومته لمدة 4 سنوات وتكمل دورتها الانتخابية؟ لا أعتقد أنها ستصمد كل مدتها الانتخابية، بل سوف تسقط من السنة الأولى من عمرها، وذلك بسبب ما يواجهه من معارضة عنيفة من قبل خصومه السياسيين، خاصة من الأحزاب الشيعية التي لم يسمح لها بالمشاركة، إضافة للفساد المستشري داخل قيادات التيار، سيما أنهم جزء من منظومة الفساد الذي أصاب الدولة العراقية من 2003 إلى الآن من خلال وزرائه المعروفين. وزارة الصحة التي كان يديرها التيار خير دليل، أما بالنسبة لمجموعة الإطار التنسيقي فلن يسمحوا للتيار الصدري بتشكيل حكومة بدونهم، فهم على استعداد لإثارة الفوضى وقتل الأبرياء وإحراق المقرات ودوائر الدولة إذا لم يشاركوا في الحكومة، لأنهم سيفقدون الكثير من المميزات والمصالح
التي كانوا يحصلون عليها من الدولة ومؤسساتها، إضافة لإضعاف دورهم السياسي في العراق، وهذا ما لا يقبلون به أبداً، كما أنهم لا يتقنون عمل المعارضة البرلمانية التي تراقب أداء الحكومة، لأن أغلبهم قادة ميليشيات مسلحة لا تعرف إلا استخدام القوة حتى لو كانت ضد الدولة والشعب معاً. يقول الكاتب: علينا ألا ننسى الدور الخارجي في تشكيل الحكومات في العراق، خاصة الدور الأمريكي والإيراني، ولا يمكن لأي شخصية عراقية أن تتولى منصب رئاسة الوزراء بدون الرضا الأمريكي والإيراني، وهذا يدحض الرواية القائلة بأن الحكومة القادمة ستكون معارضة للنفوذ الإيراني في العراق كما يروج لها البعض. نشرت صحيفة لوريون لوجور الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن تداعيات محادثات فيينا بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني على المشهد السياسي في لبنان. وقالت الصحيفة في تقريرها إن التصريحات المتفائلة بشأن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني زادت في الأيام الأخيرة، ومع أن أغلب هذه التصريحات مصدرها الجانب الإيراني، إلا أنه يمكن استنتاج هذا أن هذا الملف يمكن أن يحرز تقدما في وقت قريب. إن المراقبين في لبنان يتابعون بتوجس محادثات فيينا ويحاولون تحليل التأثير المحتمل لنتائجها على الصعيد الإقليمي وعلى موازين القوى في الساحة السياسية اللبنانية، ولا سيما وضع حزب الله. ويتفق جميع المحللين تقريبا على أنه من غير المرجح أن تركز المحادثات في فيينا على تدخل إيران في المنطقة أو علاقتها بحزب الله اللبناني. وحسب المحاضر في معهد الشرق الأوسط في واشنطن حسن منيمنا، فإن لبنان أبعد ما يكون عن اعتباره موضوعا مركزيا في هذه المفاوضات، وبات ينظر إليها خاصة من قبل الولايات المتحدة بوصفه بلدا يعاني أزمة إنسانية. إن التغاضي عن مناقشة ملف حزب الله وأسلحته في محادثات فيينا طمأن الحزب وحلفائه وزاد أملهم في تلقي المزيد من التمويل من طهران، ذلك أن أي اتفاق يبرم بين طهران والغرب يكون بالضرورة مصحوبا برفع العقوبات عن إيران التي شلت مبادلاتها التجارية. ومنذ تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني كانت طهران مضطرة إلى تقليص المساعدات المالية المرسلة إلى الحزب اللبناني. ويرى محمد عبيد المحلل المقرب من الحزب الموالي لإيران أنه ما دام حزب الله مستثنى من المحادثات سيكون في منأى عن أي تداعيات سلبية تعقبها. وأوردت الصحيفة أن قلة من المحللين خارج دوائر حزب الله يشاركون إيران نفس التفاؤل، ومن جهتها أعربت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة عن بعض التشاؤم، سببه الرئيسي تهديد إسرائيل بشن عملية عسكرية ضد إيران وتأثيرات ذلك على محادثات فيينا. حول المسارات الفلسطينية المتوقعة لعام 2022، كتب محسن محمد صالح مقالا في موقع عربي 21 لا تعطي خلاصات التقارير الاستراتيجية الفلسطينية لسنتي 2020 و2021 وتوقعاته المستقبلية، والتي أطلقها مؤخرا مركز الزيتون للدراسات والاستشارات مؤشرات متفائلة كثيرا لعام 2022. ونتوقف في هذا المقال عند عدد من التوقعات المتعلقة بالوضع الفلسطيني الداخلي والوضع الإسرائيلي والوضع العربي. إن استمرار تآكل السلطات الفلسطينية وانكشاف دورها الوظيفي وانكماش القاعدة الشعبية الدائمة قد يؤدي إلى تزايد احتمالات لجوء السلطة إلى التعويض عن ذلك بمزيد من السلوك الأمني والقمع السياسي لضمان بقائها، وهو ما سيعني مزيدا في الولوغ في الدور الوظيفي ومزيدا من الانفضاض الشعبي عنها. ومن جهة أخرى ستتزايد الضغوط الفصائلية والشعبية الفلسطينية باتجاه تشكيل قيادة فلسطينية انتقالية مؤقتة أو اختيار جهة محايدة تملك صلاحيات كاملة
غير قابلة للتعطيل للقيام بالإجراءات اللازمة لترتيب البيت الفلسطيني، كما أن ثمة فرصة معقولة لتشكيل جبهة أو اصطفاف وطني فلسطيني داعم لخط المقاومة وضاغط باتجاه إعادة بناء المؤسسات الرسمية الفلسطينية، ويتكون أساساً من حماس والجهاد والجبهة الشعبية مع قابليته للاتساع ليشمل قوى وفصائل ورموزاً فلسطينية في الداخل والخارج تدفع في هذا الاتجاه. وقد تتاح في الفترة القادمة فرص أفضل للعمل الشعبي وللمبادرات الشعبية في الداخل والخارج، والتي ستملك فرص التأثير في الساحة الفلسطينية إذا ما أحسنت إدارة إمكاناتها في ضوء الفراغ الذي أحدثه تعطل مسار المصالحة وحالة العجز وفقدان الرؤية والاتجاه الذي تعاني منه القيادة الفلسطينية. ومن جهة أخرى، فمن المتوقع يتواصل الضغط على خط المقاومة لمحاولة تطويعه وتهميشه وقطع الطريق على تصدره للمشهد الفلسطيني، بما في ذلك استمرار الحصار على قطاع غزة وتجفيف مصادر الدعم المالي والشعبي والسياسي والتشويه الإعلامي، غير أن هذا التيار سيتمكن من تجاوز المرحلة إذا حافظ على تماسكه الداخلي وعلى بوصلته وعلى إدارة إمكاناته بالشكل الأفضل، وإذا تمكن من استيعاب شرائح أوسع من الشعب الفلسطيني. قالت مجلة إيكونومست في تقرير نشرته تحت عنوان فاغنر أسوأ مما تبدو، عصابات صغيرة من المرتزقة توسع تأثير روسيا في أفريقيا. ومما تبدو عصابات صغيرة أن الطغاة المحليين يبحثون في هذه العصابات عن بنادق مستأجرة، وأشارت إلى احتفال في 14 من كانون أول ديسمبر سلم فيه عقيد فرنسي وبطريقة رمزية مفتاحا خشبيا لقاعدة عسكرية في تمبكتو لنظيره المالي. بعد خروج القوات الفرنسية من القاعدة بفترة قصيرة، حضرت كتيبة من الروس، وكانوا كما قال مسؤول عسكري فرنسي جزءاً من قوة روسية مكونة من 450 شخصاً من المرتزقة العاملين في شركة فاغنر، وهي الشركة التي أنشأها يفغيني بيرغوجين أحد المحسوبين على الرئيس فلاديمير بوتين، وحصلت كما قيل على 10 ملايين دولار في الشهر، ومعظمه بناء على عقد القتل مقابل المال، مع أن الحكومة المالية تصر أنهم مسؤولون أرسلتهم الحكومة الروسية لتدريب قوات الحكومة، إلا أن المسلحين الروس شوهدوا في مناطق متعددة من البلاد، وربما قتل الجهاديون واحدا منهم وجرحوا اثنين. وتعلق المجلة أن بوتين ليس مهتما بتحويل أفريقيا إلى منطقة ديمقراطية وأكثر سلما، وأهم ملمح للوجود الروسي هو إغضاب الغرب، كما يقول أوليغ إيجناتوف المحلل المقيم في موسكو لمجموعة الأزمات الدولية. ويبدو أن بوتين يقوم بعمل هذا بانتهازية الحاذق، فهو يقوم بنشر أعداد صغيرة من المقاتلين لدعم الأنظمة الدكتاتورية المترنحة أو الحكومات الساخطة على الغرب. ويعتقد المسؤول الفرنسي أن روسيا تهدف إلى إخراج فرنسا وحلفائها من مالي بحيث تكون وحدها القادرة على استغلال ونشر قواتها. السؤال وكيف هو الرد، وهو التأثير وجزء من المشكلة الأكبر في مالي، هي أنها الهدف المثالي للتأثير الروسي. وترى المجلة أن روسيا تستخدم في مالي نفس الخطة التي استخدمتها في جمهورية أفريقيا الوسطى الدولة الفاشلة التي كانت أن تنزلق في حرب إبادة عام 2013 لو لم ترسل فرنسا قواتها، وبعدها سلمت المهمة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وسحبت قواتها عام 2016. بدأت أعمال هدم أسخف مبنى في العالم وسط ولاية قهرمان مرعش التركية، بسبب شكله الغريب وكونه يحتوي على مساحات واسعة عديمة الفائدة. وقال رئيس بلدية كهرمان مرعش
خير الدين غونور أن المبنى مركز أعمال الإدارة الخاصة المؤلف من 18 طابقاً يتعرض لانتقادات واسعة باستمرار منذ بنائه قبل 30 عاماً. ننتقل معا لمتابعة بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم. في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات مشاهدينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.